الدراسة أشبه بلعبة الشطرنج. شكرا يا كامي على هاي الرياضة الحلوة. نحن كل يوم لازم نعمل هيك شي ساعتين رياضة مشان يقوى جسمنا ويتجدد نشاطه وحيويته، بس بشرط ما يكون معنا هذا رأس الديسكو محمود. طيب أنا طالعة غير تيابي وجاي. أنا لازم أطلع كمان، جهز حالي ودب أغراضي، بدي أروح عند بنتي روز على الضيعة. مصرة انك تروحي؟ فريد حكينا بالموضوع، بتعرف كل فترة فترة بدي روح شقة حدا من ولادي وإلا بيزعلوا مني. يعني مشان ما يزعلوا ولادك لازم ازعل أنا؟ ما بطول، كلها أسبوع وبرجع. طيب خلص، قعدي شي ساعتين نتسلى قبل ما تروحي، لأنه أنا بصراحة بلشت اشتاق لك من هلا يا عمري. طيب أنا طالعة وجاية. روبار كاميليا، بجيب المقابل نلعب دق بلاي ستيشن؟ أي أوكي. طيب اوكي يا رب. يلا شو بابا؟ شو مين ربحان؟ اعلى جدو اعلى. شوف الفستاني اللي خيطت لي يا ماما. شا حلو بجنن. ما شاء الله كان طالعة مثل الاميرات يا جدو. ايه هيك لازم، لانه اخر الاسبوع عنا مسابقة فساتين واللي بفوز بيعطوه ايباد جديد. حلو كتير، يعني بهيك حال اذا فزتي فيني اخذ الايباد القديم تبعك؟ ايه اكيد، بعطيك اياه نص حقه. الله عليك، شو مخك تجاري؟ مدري لمين طالعة. انا متأكد انه راح تفوزي، لانه راح اعمل لك هذا التاج بضوي، بيطلع كتير حلو. لا 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 أنا بالمستشفى. وأنا عندي فيروس معدي. ولا أنك ولا أنت ما تمدي طويل الموبايل، أبصلي سكري نهائياً. بابا ما فيني، ما رد، ما فيني. إذا أنا ما رديت راح أدق لكم واحد واحد، وإذا أنتم ما رديتوا راح تحملها لو تشيلها. لا 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 ماما ردي ردي، بس اصحك شوي إنه في حدا منيح، ردي عليا. اردي يلا انتوا مريضين؟ مانا هون سكرت قلبي. شو فيه؟ ليش كل هيدا؟ انا الحقيقة ما حكيت لك بالتفصيل عن بنتي يا جيجي. العين تطرقة، بتصيب بالعين. لا 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 جيجي، عن جد مو مزح، والله بتصيب بالعين. آخر مرة اجت لعنا كنا جايبين غسالة جديدة، فاتت على المطبخ قد بتقول غسالة جديدة، بس طلعت انفجرت الغسالة. اختي نوال بتطرق بالعين، وإذا ما لقيت حدا تطرقه تطرق حالها. لكن ليش مفكرة هي ما تجوزت لهلا؟ ليش؟ لأنه آخر مرة قالت شو بيجيني عرسان؟ إيه الله وكيلك، الله وكيلك، ما عاد حدا دق باب بيتنا. بنتي للأسف يا جيجي كارثة العيلة،
بنتي نوال هي مصيبة العيلة. من هي وزيرة كانت سبب المباشر بطلاق عمتها وابن عمتها وبنت جيران عمها. ليش؟ لأنه قالت ييشو مرتاحين. بس بنتي نوال كانت تقول ييي، أي كائن بشري قدامها، أي فكرة، أي شيء قدامها بيكون بدك تعتبريها جيجي. فينيتو لا موزيكا. معقول؟ معقول. أكتر ما بتتخيلي يا جيجي، أكتر ما بتتخيلي. لا 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 ألو؟ أهلين أختي نوال، أهلي. لا ما في شي حبيبتي، بس زعلانة على أبوك كتير. مريض ومتلقح بالفرشة، لك لا عم يقدر يقوم ولا عم يقدر يحكي. لا يو، لا شو تجي ما تجي. هلأ بعطيه حبتين مسكن مع أني بعرف أنه هو ما رح يستفيد. رامي؟ رامي مو هون، راسب بكل مواده وصحته تعبانة تعبانة. لارا؟ لارا تقبر قلبي، رح تركها هالمدرسة وقعدها جنبي بهالبيت، لشو هالمصاريف البلا طعمة؟ أنا بنتي يا حبيبتي لا عم بشتغل ولا معي مصاري، لك حتى شو اسمه يبعث له 100 حمة، ما بيسأل عن أولاده ولا بيبعث لهم مصروف. بس ليكي عرفت من غنوة إنه شو اسمه صحته مثل الحصان هو ومرته. لا وفوقها قاعد بهولندا عم بكشمش ويدوس على كيف كيف. ايها ايها، من هيدول الدعاوي تقبري قلبي. دعيله دعيله إله ولمرته. لك ايه دعيله كمان دعيله، خليني اسمع الاخبار الطيبة اليوم قبل بكرة. محمود محمود مو هون يا ماما. مدمر محمود مدمر. لارا الدور عمي وينكم؟ ليش ما نعملك علي؟ قلتك نوال على التليفون. جيجي رامي وينكم؟ ليش ما نعمل علي؟ بدي انزل اصور. شوفي شوفي ما عم تقربي مني. مين نايم؟ شوفي صوت محمود. ايه ايه هلا اجا. ايه بدك تحكي معه؟ مين؟ ايه محمود أبوس إيدك جل الله. لا 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 وطي صوتك ما كنت بتحكي معه جل الله. لا 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 أي يلا حبيبتي يلا تقي. لا 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 إختي يلا يلا محمود قرب حكي مع خالتك حسن ما تدري عليك هلأ دعوة حارقة خارقة تجيبك أرض أرضا. قرب يلا حبيبتي يلا. ليكو ليكو محمود. ألو أهلي أهلي خالتي نوال. أنا لا مو 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 منيح. لا لا ما عم اشتغل. أنا ما عم اشتغل. إيه جواز؟ لا لا خالتي لا لا. أي لا أكيد لا أكيد لا خالتي. سامية سامية بنت فرعون البرعدية خالتي. شو معقول تطلع فيه؟ أكيد لا لا لا. ايه بعرف انه ابوها كاتب لها 3 ملايين بس ما ايه بس اكيد بعد 3 دقايق بكونوا طاروا. لا 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 ما قصدي شيء. انا ما قصدي شيء. قصدي ايه يعني هيك يعني ايه. اها لا خالتي شو جواز ما جواز؟ اصلا انا عم قرر انتحر. ايه ايه عم قرر انا انتحر واخلص وخلصكم من عمري وارتاح. ايه جدا؟ ايه ايه جدو 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 عم يلعب بلاي ستيشن. ايه 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 مين؟ رامي. ايه رامي ولارا هلا هلا اجوا من المدرسه. رامي بتعرفي يعني عنده محاضرات وهي الطلعات. لارا ايه لارا لابسه فستان جديد هلا راح تروح تبدل الفستان. ايه ايه كله منيح كله منيح كل العيله تقريبا. ايه كل العيله. انا 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 لازم سكر خالتي. ايه انا لازم ايه ساعد امي. ايه راح ساعد امي بالطبخه. ماما عم تطبخ بالمطبخ. ايه شعراتي مثل ما هنن.
حلوين لسه. ايه خالتي يلا انا خلاص لازم اسكر. ايه يلا يا باي. بخلي ماما تحكي معي. ايه ماشي ما 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 ماشي. باي على ماي. باي 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 باي. رحت للحمى ضيرتنا كلنا بتليفون واحد. طيب انا ما عم بفهم عليكم. ولكننا طول الوقت عم نحاول نقول لك لا تحكي شيء. سكوت سكوت. بس يعني شيء منيح يعني صار مارق 60 ثانية وما حدا صار له شيء. يعني صاير تأثيراتها خفيفة على التليفون مو مثل الأول. بس أنتو كتير مهم لازم تتصلي بخالته فريال وتتأكدي إنه خسروا مصراتهم ولا لا. مين هي سامية؟ سامية برعدية بنت أختي فريال، يعني بتكون بنت خالته لمحمود. الله يسترى. كانت قاتلي حالة قتل على محمود ليتجوزها وهو على كلمة لا ما بد لا مستعيل لا مو هلا لا لا بدي اعرف شو ستايلك يا سيليكوني. سامية حبابي بس شايفة حالة كتير. الكي بيطلع لتشوف حالة بنته لفرعون البرعادية. هذا اكبر تاجر سيارات كان عنا بالبلد وطلع بعد ما توفى كاتب له كل شيء باسمه. صحي محمود شكله سامية لسه حاطة عين عليك. ها انا لك ايه. لا وليش يعني؟ لأنه خالتك فريال عزفت لي تليفون من يومين ورجعت تتنغم على قصتك أنت وسامية. خليني يجي يطلبوا إيده وأنا موافق. جدوب شباك خليها تتجوزك هاي مع ملايين بتستر عليك. ما أحسن ما تلف وتدور حوالين مشروعك هذا تبع اليوتيوب بتعيشك مستت وبتستر عليك وبتأمنك مستقبلك وبصير معك مصاري وبتعطينا إياهم. مو غلط أصلاً المساواة بين الرجل والمرأة بهالأيام بيسمح لأنه المرأة تتقدم لخطبة الرجل. لا أنت أكيد عم تمزح. حبيبي ما عم نمزح. تعرف يا بابا إيه والله والله ما يتجوز محمود سامية لا يرتاح قلبي وأمن عليه هيك بيكون نص الهم عن قلبي راح. هم؟ أمني علي؟ ليش محسسيني أنه أنا ست الحسن والدلال بهالبيت؟ مثل ما عم قلك خلاص الخميس الجاي خلينا نجو. جدو الخميس ما بدكم تجهزوا حالكم وتحضروا ضيافه؟ هاي انا هون. تعرف بابا نحن لازم نطلب مقدم ومؤخر مرتب مو نستحي منا لان اختي. ماما المقدم والمؤخر بيقدمون الرجال بالعاده. لك حبيبي هي بالعاده نحن هلا بظرف استثنائي يعني هي لازم تدفع لنا فيه. بعدين لا تنسى هي اكبر منه بمدري كم سنه. انا برايي نحكي مع محمود من هلا بالنسبه لانه خايفه بعدين ما يعطينا مصاري. انا حاسس حالي بكابوس وما عم فيه. يا حبيبه قلبي بأسكاك الله يحميكي ما اوعاكي يا لارا. وقديش بدكم تطلبوا مقدم ومؤخر؟ رح نطلب 1,000,000 مقدم و5,000,000 مؤخر. ايه وبنخليه طلقها بعد شهر. ايه انا هوش بكم. 5,000,000؟ سامي بتدفع هالمبلغ فيني؟ ايه جدو حبيبي ليش حتى ما تدفع؟ انت شاب ظريف ولقطة وشغلي مهمي وهي حبيبتك وميتة فيك. انت بس اتجوزها عشهر ومنطلقها بعدين. ايه حبيبي فكر فيها مزبوط فكر ومنصير اغنياء بتساعد اهلك. التضحية هي الرجولة وليست الرجولة هي التضحية. ايه انا ماني موافقة محمود مو لعبة لحتى تبيعوه حرام عليكم. ايه انا مو موافق انا مو لعبة بين ايديكم. شكرا كامي. تعي هذا الولد ما منه نفع. تعي لعب لنا بلاي ستيشن عشان ما يروح وقتنا هيك على الفاضي. يلا هاي لارا بدي ضوي لك التاج. لعبي مثل ما عملنا بالشجرة قبل بيطلع كتير حلو. تعي وأنا كمان قايمة أطبخ مش فقر من يوم يومك مثل شو اسمه الله لا يوفقه مطرح ما هو قاعد. بس شو هالقصة اللي انفتحت اليوم كله بسبب خالتي نوال؟ بس معقول هلا ما صار شيء؟ معقول خالتي نوال بطلت تصيب بالعين؟ غريب لا غريب ولا شيء. هاي خرب الجويستيك دي. يا علينا احترقت الطبخة. قلت لي خافف تأثيرها على الموبايل. تفضل. لا
آخر شي سألتنا عن شعراتي بس ما يكون صلوا شي. هلو بمقلب جديد بس ما عم لاقي حدا يضربني إبرة مرة الشوربة لهيك رح شوف مين رح يضربني هلا. فيك تضربني هالإبرة بس؟ لا 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 الله يخليك. لا 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 تشنج. لا أي زيح زيح تشنج. أنا شو حكي؟ روح على السفرة. طب شوف غيري وين العرب؟ يا خيي خلص ماتت قلوب الناس إبرة شوربة ما عاد يضربونا العالم. روح من هون عم بقلك الله يخليك. كثير عني لك حل عني متشنج بليز نفسيتي تعبانة. شو بدي أعمل لك أنا؟ متشنج مريض أنا مريض يا خيي خلص تعبانة. يا الله دخيلك لك حل عني زيح عني متشنج 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 بتروح معي حكى ركون حبيش خليني احبسوك شي سنه ايه. تفضل شي قدام وين من هون بطل هالقصص يا زلمه مجنون انت ليز يلا بضربك في الكف بعدين على وجهك يلا امشي من هون لا الله يخليك مساعد ابني الصغير جوليت راح اشتاق لك كثير وانا راح اشتاق لك كمان بس ما تطولي علي ما راح طول بدي اروح عند بنتي روز احلى ما تزعل مني طيب ما بقدر اروح معك تروح معي شو بقول لبنتي وجوزها على انك مين ماي بوي فريند نو ما بقدر لا ما تقلي لهم بوي فريند قلي لهم شريك حياتي القادم ايه خجلتني فريد بصراحة جولييت أنا من أول مرة شفتك كنت فكر أعمل يلي لازم أعمله هلا نو فريد نو بليز ما لازم نتهور لا لازم نتهور واللي بده يصير يصير جولييت فيني أطلب منك إنك تتزوجيني بس ترجع من عند بنتك فريد بصراحة فجأتني بقرارك المتسرع بصراحة جولييت أنا ما عاد فيني أعيش من دونك ولا لحظة فريد فجأتني بصراحة أنا إيه؟ أنا لازم أفكر أكيد أكيد حياتي لازم تفكري بس ما تطولي لأني رح أكون عايش على أحر من الجمر أموري حياتي شو بدك ولا؟ أنا رجعت وليش رجعت بسرعة؟ كنت رح اكل قتلة وانا عم صور فقلت برجع على البيت والمساء برجع بنزل هيك يعني الله يسامحك يا خالتي جدا ممكن اصير اصلع مثلك؟ شو رايك جيب ثلاث كراسي وقعد اتحاور انا وياك بموضوع شعراتك وصلاتك؟ ما كل الحق كنت عم تدعوا بعض بس كملوا كالعادة يعني كل مثل خلص يلا فوت على البيت فوت بسرعة بدي ودع جيجي ودع باي محمود يلا خلص فوت امك عم تنادي لك لا ما عم تنادي اختك لارا عم تنادي لك ما عم تنادي لي خلصني فوت بقى بدي اخلص منك حياتي راح اشتاق لك كثير ما تطولي لا انا لازم امشي وقفي شوي معي كمان بدي روح هلا بتعتم علي الدنيا بالطريق جوليت حياتي بس اول ما توصلي احكي معي اكيد اكيد يلا باي لارفيديتشي لارفيديتشي اموري معلش بابا حبيبي معلش كلها كم يوم وبترجع جيجي يا الله الحب ما احلى يبعت لك حما يا شو اسمه مطرح مانك قاعد هلو بمقلب جديد بس المقلب مع عبقرينه وعبقرينه يا حرام تعرفوه من كتر ماله ذكي صار معه اكتئاب لا 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 تعالوا نشوف شو راح يصير مع عبقرينه ساعدني معي مرض نفسي اكتئاب
لازم اضحك. والله انا بدي اللي يضحكني. خبرني انك ايه؟ روح من ها. بس ساعديني. روح من ها. ليش انا مكتئب وانت عم تعيط علي؟ مكتئب اكثر بعدين. سوري. بس نكت. بس نكت. بس نكت ان شاء الله. ان شاء الله. هلا عمك كلمة اجو بليز. لا في واحد قالت له صاحبته شو اذا لهوك قال ابو مخطر رحب اجا مطحون. هاي نكتة كثير بايخة. واحد ايه ماتت مرته ايه كل العالم عم تبكي الا إيه؟ هو عم بيضحك بقول له رفيقه من بعد ما بيرجع لك يا زلمه مش عيب عليك ضلك تضحك انت والناس كلها عم تبكي؟ قال له والله انا كثير حزنان عليها بس في شغله وحده كانت عم بتضحكني. قال له شو هي؟ قال له اول مره بحياتي بعرفها وين رايحه. يا وين؟ بس نكته واحده ما بعرف. بليز 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 بليز. في واحد بلع منشفه ايه عم نشف ريقه. منيحة لا 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 بايخة بايخة يا زلمة بايخة هيك عم تزيدها لازم تعرف نكت يا زلمة شو نندوك سمول واحدة اسمها سهام وقعت على الأرض كل سهم راحت مايلة ما حلوة ما عجبتها طيب كيف بدي مجيب مشاهدات ومشتركين مثل هدول؟ الله الكل نايم شو هالصوت؟ ايه ليش عم بحكي مع حالي اصلا؟ خليني اشوف هدول ايوه شوف ايه معقول حرامي؟ وليه؟ وليه؟ جواد أنا لازم نكون قوي شجاع واطلع دافع عن عيلتي من الأشرار لازم نكون قوي والصبح بس فيقون بحكي لهم قصة شجاعتي لا 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 بفيقون بس أوضع على الشرير فورا بقول لهم قوموا فيقوا شوفوا شرير قضيت عليه لأنه إذا حكيت لهم ما راح يصدقوه لازم قوم لازم أخدع الشرير محمودة 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 عبيتنا عم تاكل من اكلنا كمان جد جد يا جد شو كنت عم تعمل بالبراد بنص الليل بصراحه يا محمود انا بس افقد حدا عزيز علي بصير فيني هيك بفتح البراد وبصير باكل 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 لحتى اللي يخلص كل شيء قدامي اها ليش مين فقدت اغلى انسان عندي حبيبة قلبي جوليت انتحرت لا عملت حادث لا تركتك لا لا لك كيف شو صار بصراحة حسيت انه بردت مشاعره تجاهي جيجي جيجي ما غيره ايه جدو جيجي ما غيره طب امتى بردت مشاعره اليوم يا محمود اليوم بردت مشاعره تجاهي جدو لا تجنني لسه ما صار ل 24 ساعه تاركتك كيف بدها تبرد مشاعره الحب غدار يا محمود أنا طلبت منها إنه تزوجني وهي قالت لي كأي أنثى متألقة براقة إنها راح تفكر إيه بس للأسف ما وافقت؟ لا بس اتصلت فيني وقالت لي إسا أعطيني وقت أفكر أكثر معلش يا جدو معلش معلش كمان انت لازم تعطيها وقت لتفكر يعني هي جوازة مو لعبة ومو حي الله اي شيء لازم تفكر هي لا لا يا محمود نسيتني نسيتني خلاص انا بعد
البعد بيأسي يا محمود، بيأسي البعد، بيأسي يا محمود. خلاص خلاص. لا 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 هاي. هلو بمقلب جديد، وانت ماشي لقيت 100 دولار بتشيلها؟ ولا كلمة زيد بس ولا حرف محمود، ولا حرف. طيب في عندي شيء لازم تسمعه محمود؟ جدك عنده أزمة وداع عاطفية، وهذا الشيء حبيبي ذكرني أنا بنكستي العاطفية. فتركنا الله يرضى عليك، بس ساعة، ساعة واحدة من دوننا. ساعة؟ محمود ليش كل هاد؟ ساعة ساعة؟ خلاص رح أسكت. أنا شيل ماليش غيرك، تيرارارارارارارارا. أنا شيل بدو يحكي، يعني بدو يحكي يختنق إذا ما حكي. وإذا ما سكت بغني لك طقت احترقت، يعني معك طقت احترقت. شايفنا أنا وجدك ساردين بهمومنا، ريحنا شوي، ريحنا من جمال حسك وصوتك. بس ما بيقدر، ما بيقدر ابنه لشو اسمه، لازم ينكد علينا. شو بدي أحكي بس. أولاً بدي طالب بحقوقي بهالبيت، أنا إنسان ولازم تراعوا مشاعري، وأنتوا كتير عم تضطهدوني وما عم تحسوا بأحاسيسي. طلبك مرفوض وغيره. ماما بدي حدا ينزل يصور معي مشان الكاميرا الخفية. قاطع لنا صفنتنا ولحظاتنا الإنسانية مع حالنا مشان هي القصة. بتتذكر يوم نزلت معي لارا؟ صار في عندي عدد مشاهدات منيح، وحتى يوم صور معي جده ارتفع عدد المشتركين. طبعا جده، طبعا محل ما بيتواجد جده بيتواجد الخير كله. مدام مكان ما بتتواجد بتواجد الخير كله، انزل صور معي بركي يصير معنا مصاري كلنا وبيتواجد الخير علينا كلنا. ايه لا او ميت لا، ما في حدا رح يغير لي رأيي بهذا الموضوع، وما حدا رح ينزل معك. طب اطلع مرة ثانية معنا ليعم الخير علينا كلنا. ايه لا او ميت لا، ما حدا رح يغير لي رأيي بهذا الموضوع، ما حدا رح يطلع معك. ولا امتى؟ لا تصير لها شي معجزة او يجي حدا يغير لي رأيي فيك، بس هذا مستحيل. يمكن رجعت عند الباب اموري، اكيد جيجي حبيبة قلبي ما قدرت على فراقي. اموري يا امور. بيض فالك اشف لك بختك، اكشف لك دربك، تنول مرادك. الله معك يا بنتي، الله معك. روح دقيلك على باب تاني. يلا نوال المراد ماله بالهين، وانا بكشف المستور والمبين. والله ما تشوفك بنتي نوال،
لتعمل فيك أكثر ما عملت بكنتي. كنتك صارت من الماضي وبنتك بالها مو فاضي، عين تشوف عين تحوم عين تصيب. هو ليه؟ مين هاي بابا؟ بستارة، بستارة. أشوف لك بختك يا حلوة، من عيونك مبين أيامك اللي راحت شينا، أيامك الجاي زينة. يا حبيبتي ليكي لا تعذبي حالك وتقولي قوافي، أنا قلبي من كثر الهم جافي. حالي بقى كعبي، مو شايفتيني واقف قدامك حافي؟ تيأثري الله معي خلصيني منك. أنا كسرت لي بخاطري هالبنت، أنا ما بحب كسر الخواطر. ليكي ليكي تعي لقلبك، عندي شوية تياب ما بلبسهم، رح أبي لك ياهم بكيس تاخديهم وبتتيسري، بس ما بدي لا بصر ولا شوف بختي. ماشي فوتي أختي، فوتي فوتي. انت يا منى محروق قلبك، واللي حرقه بعيد عن دربك، بالبحر ولا وصل على البر وعوى وساوى اللي ما يتسوى. بكلامك بلشتي تخوفيني، وقبل ما تحكي كل شي ما رح تعوفيني. وايش اسمك يا حلوة؟ أنا نوفا. محمود عندي فكرة، قديش بتدفع؟ ما معي كاش. مو مشكلة اكتبلي شيك. ما معي فراطة. أعطيني أنا برجع لك. انت بتعرفي انه ما معي مصاري، انا عم روح وارجع مشي لانه امك مانع المصروف عني. طيب تعي وراها. والفكره الافكار كالالماس ولا تعطى الى الاغبياء من اقوار رامي. طيب بوعدك بس تصير معي بعد. لك عم تكتب لي فيهم ورقه. طيب معكم تقسيط؟ في بس بتزيد النسبه. مين طالع هالبنت بس؟ ما بعرف، هلا قلي شو قلت؟ موافق. وقع لي هون هون. ومجهزتيها كمان؟ طبعا، لتربح الوقت والمال عليك ان تكون مستعدا دائما، كمان من اقوال رامي. يعني انت عم تاخذي دروس خصوصيه عند رامي؟ لا بس بسمع منيح يلي حابه اسمعه. المهم ما بدي ضيع وقتي، رح اقول لك الفكرة. يا فريد رح يجيك الجواب ويرتاح البال، بيض الفال. والله إذا صح كلامك يا نوفا لا تكوني أول المعازيم. عندك شيء يبل الريق ويسد الرمج؟ والله جوعانة. أنا عندي غسل جوع يا نوفا. وشو كمان؟ لك حلو كثير. وقت بدك قلي عندي أفكار كثير، ولا تعطى الهم، كله مسجل على الدفتر. لا لا بس كفو كفو. ولو ما نحن اخوات، اذا ما ساعدنا بعض مين اللي ساعدنا؟ فظيعة هالبنت، شو قوية. انا كأني جعت. صحة وهنا يا نوفا، صحة وهنا. ايه نوفا كملي لي على هداك شو اسمه. ايش اسمه؟ أكحل من سواد الليل أيام الجاي، والعسل اللي هو فيه حينقلب علقم
بيصوح وينوح وما يلاقي حد يطلع بوجهه. الله لا يقيمه، الله لا يقيمه. أنا جوعان. مينو هذا؟ هذا؟ هذا ابني الكبير محمود. بيض الفال. بيض الفال؟ لك شبك، بيض بيض يعني بيض. لا ادفعي عنه حبيبي. ما معي فرطة. عندي، عندي يا نوفا يا علي، ما معه حتى يبيض الفال، امسكي، تستاهل. بس شوفي لي شو بده يطلع معك عن هالمصيبة المتنقلة اللي عنا بالبيت. وجهه وجه سعد ورضا. أنا محمود. بس الحظ كان مخاصمه والحين ما يفارقه. طريقه أوله وهم وآخره ذهب. بس يا منى ابنك لازم حد من عيلته يسانده. لحاله خايب ومع العيلة صايب. القدر دوار يدور يدور وعغفلة يفلس دولارات دولارات فتحي عيونك يا منى، نصيبك حيصيبك بعد إشارتين، يمكن ساعتين، يمكن يومين، ويمكن شهرين، حتلاقي دق الباب وناطر يسمع الجواب. ولا تنسي بلدة الكباد نعمة من رب العباد، والحقيقة تبان ولو في الحلق البان. إذا للطيب نصيب القدر ما يخيب. الله معك يا نوفا، الله معك. سمعتي شو قالت لك البصارة؟ قالت لك لازم تساعديني، لازم تساعديني لحقق حلمي. لك حاجتكنا حاجتكنا، خلص امشي انا رح اطلع معك. عن جد جدو؟ ايه عن جد، بدي اشوف شو اخرتها معك. محمود حبيبي خذ لارا اختك معك. عن جد جد ماما؟ يعني واذا بدك كمان خذ كاميليا. عن جد عم تحكي؟ عن جد خلصنا جد؟ محمود كلمة تانية جد رح بطل اكسر لك الكاميرا. لا 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 خلص بطل بطلت. بس اسمع يومين اثنين اذا هيدول الفيديوهات اللي عم بتصورهم ما جابوا مشاهدات وما حبوهم العالم بدك ترجع تشتغل لحالك. طيب ماشي، واذا جابوا مشاهدات ومشتركين اكثر؟ يعني وقت بفكر انا بذات نفسي انزل صور معك. إيه لا لا ما عم صدق. لا جهزي حالك، يلا امي امي. لا جدو كمان تعال معي، تعال 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 جدو تعال. والله البصارة كلامها فات براسي وفتح لي جرحي والمآسي وخلى الأمل يتسلل لإحساسي. يا سلام. هلو بمقلب جديد. جدو فريد تركته مرته وتركت له رسالة. شو في هالرسالة؟ تفضل شوفها. أنا ما لقيت زوجتي بالبيت وتركت لي هالرسالة وأنا ما بعرف أقرأ، ممكن تقرأ لي إياها؟ حبيبي الحب يلي بيناتنا كان كتير حلو بس خلص أنا ما عاد فيني بقى. عفوا شو؟ لأنك جدا غريب. أنا غريب؟ هي هيك عفوا وكتير عنيف. أنا عنيف؟ تضرب أي حدا؟ عفوا؟ أنا بضرب أي حدا؟ في ولا مرة ضربت أنا. بس مبين عليك عنيف يعني. طب لا عصابك إذا بهالطريقة هيدي عم تنفر بوجه للشاب. ايه؟ أنت عندك مشكلة. والله عم ما بفهم الخط. يا حبيبي هلا كنت عم تقرا مع أحلى. الله يوفقك اقرا لي اياها. خلي لك أولادك. الله يخليك يا رب. قلي رد علي رد علي. صباك حكي لي اياك يا عم. أنا ماني عصبي يا زلمة. عصبي ونص بدك حكيم. بعد إذنك هدي حالك وهدي أعصابك. عندك حالي ورد. لك الكاميرا الخفية إني لباي.
مرحبا. شو عم تتفرجوا؟ الفيديوهات اللي صورناهم اليوم. صورناهم؟ مين ناهم؟ انا وجدو فريد ومحمود. ماما انت عندك معلومات وافيه عن هذا الحكي اللا منطقي اللي عم يتفوهوا فيه؟ موافقه؟ غريب، ليش؟ القدر دوار يدور يدور وعغفله يفرش دولارات. عفوا؟ كييييه نسينا نبصر لرامي. رامي ما في داعي نبصر له لانه المستقبل مفتوح قدامه. يقبر قلبي. شو 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 صاير معكم بغيابي؟ اجت البصارة لعنا وقالت لها لماما ان المستقبل قدامها رح يبرد ويضوي. وقالتها فتحي عيونك نصيبك حيصيبك بعد اشارتين، لا بعد ساعتين، ويمكن بعد يومين، ويمكن بعد شهرين، المهم بس يدق الباب ننطر منه الجواب. خزعبلات، هذا الحكي كله خزعبلات، كيف بتصدقوا هيك شيء؟ انا بصدق لانه قالت لي اذا بساعدوك اهلك رح تحقق يلي عم تحلم فيه، وفعلا ليك نزلنا فيديوهات بعد ما صورناهم وارتفع عندي عدد المشتركين. تعال شوف من 220 لل 250، هذا الرقم كنت استناه اسبوع ليصير. وانا قالت لي القلب دق وللحبيب راج، والطلب يلي طلبته من حبيبة القلب فيه القبول، هن إشارة إشارتين، ما هم بشهرين ولا سنتين، هم ساعتين حيجيك الجواب وفيه يرتاح البال. وفعلا دقت لي جيجي ووافقت على الخطبة. خطبة؟ على الخطبة. أنا بدي أخت وجيجي بس تجي من عند بنتها. مبروك مبروك جدا مبروك. شكراً شكراً. يعني حكي البصارة صار، ويعني هي مو كذابة. اتركوني هيك برها، بدي فكر، ما اقتنعت. وهي ستك رح تصير مرته لجدي. ليش مو جدك رح يصير جوز ستي؟ يعني المهم رح نصير عيلة وحدة. طيب أنا رايحة على مخيم اليوغا كم يوم. كم يوم؟ ما بعرف. ما بعرف. طب في شباب هنيك؟ طبعا. طيب وانا شو بك انت؟ قصدي يعني انه ما بدنا نصور فيديوهات سوا؟ بلا، بصور قبل ما اروح وبس ارجع بكمل. حلو. كامي انا بدي كل الحكي اللي قلت لكم اياه البصاره ما له علاقه بمعرفتها للمستقبل. كل القصه انه البصاره بتحط كثير احتمالات ولا ما يزبط واحد منها. رامي حبيبي انت مالك تعبان؟ فوت امي فوت، غسل وكول ونام. يلا يلا. ماما هذا الحكي غير منطقي، وافعال هي البصاره بيندرج تحت قانون الاحتمالات الشاسعه. تقبر قلبي، شسع من قدامي هلا لانه مزاجي رايق ومو جاي على بالي عكرب. شسعت. لكن اي شيء مثل الكذب، عدد المشتركين نط من 250 لل 280. ولي زومبا كره برباهاتي زومبا كره برباهاتي زومبا كره برباهاتي. بلكي طلع حكي رامي مزبوط، طلع حكي البصاره خزعبلات. بس هي شو كان قصدها انه نصيبي بده يدق الباب؟ مقلب جديد، بس مقلب اليوم مع كامي. انت واحد خاين. عندي كذابة. انت خاين.
علينا فهمنا المخلوق انه انا ما اخذتها. لعني كل مره كل مره هيك كل مره هي عاشر فرصه بعطيك اياها. طب جيبي لي فيديو انت. بتحسني انا هلا؟ لا لانه ما عندي فايده. معلش هالمره بس مشان طولي بالك. بعثوا صور مو انا. اذا حبيبك خانك عشر مرات بتسامحي؟ مشان هيك انا ما عندي حبيب. برافو. نعم تزعجي. هي لا ما في. لا هي لا ما في هيك. هي بنت والحاج شو عم بيعمل لك؟ كل شيء بس فهمي. لا بس النسوان خاينين. لا يا شيخ بتكذب علي. ما كلهم بيخونوا. هاي كلها جوا. مرتي ما تتدخل. وفي رجال مرتك على راسي مرتك بحسبها بالبيت. ما فيكم تكفوا اذا ما عندكم ثقة ببعض. لكن المسامح كريم. بلا انت. بعدين لو كنت شو فيها يعني خلينا شو فيها؟ ما فيها شيء. نصيحة؟ طاوها العلاقة وبعد عيب عليك عيب عليك بالشارع والله يبقى الوجه الحلو أنا حطيت خلاص كون إذا هيك طبعا مريضة أنا مريضة أنت المريض أنت على عني طلعني عم أحكي معك كذاب أنت كذابة طلع فيني شوي كان معك من الخفية يلا هل تعمل فينا الضرب؟ لا مرة شي مرة يا مرة يا دوي يا مرة يا دوي يا مرة يا دوي برضو لا ستة